بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أحييكم في هذا اليوم السعيد، أحييكم في هذا اليوم المجيد، أحييكم في هذا اليوم العزيز، أحييكم في هذا اليوم التاريخي، لأرحب باسمي وباسم ملاك الهجن وباسم عشاق رياضة الآباء والأجداد في مهرجان الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، لنرحب بخادم البيتين، لنرحب بخادم الحرمين، لنرحب بسلمان الحزم، لنرحب بسلمان العزم، لنرحب بسلمان المعزة، لنرحب بسلمان المحبة. فأهلا بمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه في هذا اليوم التاريخي في هذا الكرنفال. لنرحب دائما وأبدا بضيوف المملكة العربية السعودية من يتواجدون بالمقصورة الرئيسية، فلو علم الميدان بمن أتى لوقف وباس موضع القدم حيث أعلنت الانطلاقة الأولى، أعلنت أقوى الأشواط وأعتاها بالنسبة لأشواط العام، حيث الرمز المنتظر الذي يحمل الاسم الغالي، يحمل لنا اسم الملك عبد العزيز طيب الله ثراه، ليجتمع أبناء الخليج القادمين والمجتمعين في الوطن العربي الكبير. ترحيبنا دائما وأبدا بمن يسكن في قلوبنا. أهلا بك، أهلا بك يا أبو سلمان في هذا المهرجان. ترحيبنا بسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية، لنرحب به في هذا الملتقى في هذا المهرجان. وعلى بركة الله وتوفيقه تعلن هذه البداية ويعلن انطلاقة هذا الشوط وهذا المعترك الحقيقي. ليبدأ مع حضراتكم بالتعرف على المراكز الأولى مقدمة الشوط، أحد الضيوف الأعزاء القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة في هذا المحفل، إعصار الضفرة يتقدم في هذا اليوم مع العزرة محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. ولكن هنا الأمواج تتغير وتتحرك مع بالعود المقدم لطموح، طموح اللي تطمح للفوز، تطمح للنوماس، للانتصار، طموح يقدمها مبارك بن حمد بالعود العامري المركز الثاني، شعار المنصوري محمد بن زايد بن خلفان المنصوري مع العزرة المركز الثالث.
الوصول والقدوم من غالية يقدم لنا غالية. هنا سلطان بن علي بن سلطان السبوسي المركز الرابع، القدوم والوصول والانتفاع من الهلالية، القدوم من شعار الزعماء حيث يتقدمون عندما يتقدم زعيمهم موسى بن عبد العزيز الموسى المقدم للمدرج الهلالي مع هذا الشعار الذي يعشق الصدارة. الزعيم يتحرك حيث يتحرك زعماء الهلال، المركز الخامس القدوم والوصول، من القادم مع المركز الخامس من واقع الشعار. مرحبا بك يا خالد السيوف، مرحبا بك يا بن شريم، ممثلا للمملكة العربية السعودية يقدم لنا العلا. فمن طلب العلا سهر الليالي، ومن سار على الدرب وصل. يقدم لنا العلا القادمة بكل قوة بشعار خالد بن فيصل بن شريم المري. يقدم لنا العلا وهو خاطف السيف، خاطف الرمز في العام الماضي حيث قدم لنا اعتدال، اعتدال يا بن شريم، وقدم العنود في مهرجان ولي العهد، في مهرجان محمد الفخر، في مهرجان محمد العز، محمد الرؤية الثاقبة، محمد بن سلمان سيدي، الرؤية التي نرى فيها الأمجاد نحو التاريخ، نحو المراكز الأولى. إننا نراك في عيوننا وسلمان في قلوبنا، بأرواحنا يا المملكة العربية السعودية. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، من يتصدر؟ بوزايد، بوزايد يقدم لنا العزرة، محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وفي عملية التضمير حمود بن محمد بن سالم الوهيبي، مضمر من أساطير التضمير، من مشاغبي التضمير، قدم الفائزة وحصلت على الرمز في هذا المهرجان، في مهرجان الملك عبد العزيز. طيب الله ترى حيث تغنوا، تغنوا الشعراء وتغنوا كثيرا وكثيرا. فمشعل الشويش يردد دائما، يا أهل الأصايل يا طويلين الإيمان، الهجن دعم إخوان نور عمرها في جائزة عبد العزيز. الوعد حان، خلوا منافسها يزود سطرها باسم الذي وحد وطن خير الأوطان، مؤسس الدولة ومصدر فخرها. شلعن شلعن معزي مع سربة إخوان، وعنيته يوم اعتزى ما قصرها. عبد العزيز الفيصلي درع الإيمان، بيارق أهل الشرك فعله كسرها. خلى القبائل كلها ربع وعوان، وراية كتاب الله حكمه نصرها. الله يعزك يا سلمان، الله يديمك يا سلمان، الله يحفظك يا سلمان. سلمان الفخر، سلمان العز، حيث اجتمع، اجتمعوا أبناء الخليج بل من الوطن العربي لحضور فعاليات هذا المهرجان. هذا المهرجان، ها هي رؤية سيد محمد بن سلمان، واضحة للجميع، واضحة للجميع. هو يشوف رؤية جديدة واحنا نشوفها بعيوننا، بعيوننا، بعيوننا. العودة إلى مقدمة الشوط، إلى الصراع، إلى النزاع، إلى المركز الأول، إلى مقدمة الشوط حيث العسرة. من تحتل المركز الأول؟ من يقدم لنا العزرة؟ محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، ولكن بن شريم، بن شريم يقدم الظبي، خالد بن فيصل بن شريم المري، يبحث عن النومات، عن النومات كما فعل قبل قليل في الشوط الماضي غازي المملوك لهجن الرئاسة الذي فاز وانتهى
انتصر وحصل على الرمز وذهب بالنوماس إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لنهني شعلة النشاط. معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الذي أمر بإعلان اعتزال غازي ليتجه مباشرة إلى محمية الفقع بدولة الإمارات العربية هنالك بمركز الإبحاث، ذلك المركز الذي أنتج العديد والعديد من السلالات العريقة للمحافظة على هذه الرياضة الأصيلة. حققوا النوماس ويفكرون في الإنتاج المستقبلي، وهذا ما نطمح إليه دائما في رياضة الآباء والأجداد، حيث بإذن الله تعالى سوف نرى أسماء جديدة، مؤسسات تحمل اسم المملكة العربية السعودية. ها هي أمال ورؤية الشعب السعودي بأن يروا مؤسسات سعودية مشاركة قوية تنافس المؤسسات الكبرى. العودة إلى مقدمة الشوط كما يفعل بن شريم، كما يفعل بن شريم خالد بن فيصل بن شريم المري الملقب بخالد السيوف، الملقب بخالد السيوف. الله، وصلت في هذه اللحظات، وصلت في هذه اللحظات مع المركز الثاني الشاهينية، الشاهينية يقدم الشاهينية منصور بن جدلة الأحبابي بو سعد يقدم شعاره. المركز الثالث بن دري، بن دري مع المركز الثالث مع من حاشة، ولكن هنا العلا قادمة وخالد بن فيصل بن شرم، وأيضا القدوم من هلا وسلطان بن علي السبوسي يقدم شعاره. الوصول، القدوم، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير. يا مولاي، يا خادم الحرمين، ويا سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، آخر الأمتار. اسمحوا لابنكم نايف البلوي يبي جن جنونه، يبي جن جنونه بالوصف والتعليق مع السبوسي، مع بن غدير. السبوسي بن غدير بالخرس الكتبي، خالد بن شريم، خالد بن شريم. معركة الرمز، معركة الرمز. ما زال السبوسي، ما زال السبوسي مع المركز الأول يقدم هلا سلطان بن علي بن سلطان السبوسي. المركز الثاني باركلين، باركلين إحدى مشترياتي للواثق، إحدى مشترياتي للواثق من تبوك، من تبوك الورد، من نيوم الورد. باركلين ولا السبوسي بن غدير، ولا السبوسي، ولا بن شريم. الأمتار الأخيرة، الأمتار الخطيرة. أبناء راشد، أبناء راشد. بن غدير، بن غدير الواثق بثقة الكبار، بحضور الكبار. محمد بن راشد بن غدير. باركلين، باركلين، باركلين. المين نبارك، المين نبارك؟ ما له إلا بن غدير، ما له إلا بن غدير. الأمتار الأخيرة. أبناء راشد بن غدير الكتبي بثقة الواثق. ألو يا مرغم، ألو تهانينا. ولا السبوسي، ولا السبوسي، ولا السبوسي. السبوسي يخطف النوماس في الأمتار الأخيرة، في الأمتار الخطيرة. خاطف الفوز والنوماس والانتصار مع هلا. وهلا بك يا هلا، هلا بك يا هلا. تهانينا والنوماس لسلطان بن علي بن سلطان بن هلال السبوسي، ضيفنا العزيز من دولة الإمارات العربية المتحدة. نهني على هذا الفوز، وهي صاحبة السيف في العام الماضي هنالك في دانة الدنيا دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ولكن بحزم سلمان وبرؤية محمد أتى الجميع للمشاركة في المملكة العربية السعودية لتكون المملكة دائما جامعة للأحباب للأقطاب في كافة المهرجانات. دعم حقيقي لرياضة الآباء والأجداد، لهذا الموروث الشعبي الأصيل الذي نعشقه ونحبه دائما. التوقيت الزمني، وها هي أجمل لقطة في هذا المهرجان بعد لقطة حضور مولاي خالد
خادم الحرمين الشريفين هنا محمد المحبة، القلب يتكلم قبل اللسان. أهلا بك يا أبو فهد وأهلا بك يا أبو سلمان، باسم الجميع أهلا بخادم البيتين، أهلا بخادم الحرمين، مولاي خادم الحرمين الشريفين الذي أعزنا أعزه الله وأدامه وأبقاه ذخرا لنا يا رب العالمين. هكذا شوط رئيسي قضية اشتركوا فيه في شوطنا العام جميع أبناء القبائل. بعد قليل يا مولاي خادم الحرمين الشريفين ومن في المقصورة الرئيسية سوف يكون أقوى أشواط مهرجان جائزة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه. التوقيت الزمني 12 دقيقة 28 ثانية وسبعة أجزاء من الثانية، هو توقيت غلا. تهانينا لمالك غلا على هذا الفوز. من قدم لنا غلا؟ سلطان بن علي بن سلطان السبوسي. المركز الثاني 12 دقيقة 28 وسبعة أجزاء من الثانية، نفس التوقيت يؤكد بأن المنافسة قوية وشيقة. تهانينا لمالك باركلين حمد بن راشد بن حمد بن غدير. المركز الثالث كان الوصول مع ثالث المراكز عرقة لخالد بن فيصل بن شريم المري، والتوقيت الزمني 12 دقيقة 29 وست أجزاء من الثانية. هكذا متابعينا في كل مكان هي النتيجة النهائية للثلاث المراكز الفائزة. الكل متنومس في هذا المهرجان، كل يبى النوماس في شوط التحدي والسبيل. لمصافحك ما فكروا في الجائزة وارقامها رغم الدعم الكبير، رغم الدعم القدير لهذا المهرجان، لأن السلام على مولاي خادم الحرمين الشريفين وعلى سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، هو أكبر شرف ونوماس ومن بعدها الجائزة المغرية. الرؤية الثاقبة والناجحة، دعم المملكة واحتياجاتها بعالم سباقات الهجن العربية الأصيلة. أتكلم عن الرؤية الثاقبة لأنني أحد أبناء تبوك الورد بالقرب من نيوم، ذلك المشروع السعودي المخطط بنائه لمدينة عابرة للحدود. أطلقه الفخر، أطلقه العز سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه.